يفترض يكون في لهم يعني في جمعيات خاصة بمرضى الثلاسيميا، يفترض يكون في لهم يعني تدابير خاصة ومعينة، لأنه مرضى نوعيين ومرضى بدهم عناية يعني كتير كتير كبيرة. لذلك هؤلاء المرضى جمعناهم بهالمركز هون اللي هو اسمه مركز ثلاسيميا كفرنبيل. من يستطيع أن يقدم الأدوية الخالبة للحديد لهؤلاء المرضى فنكون له نحن له من الشاكرين، كون أدوية نوعية فقط لمرض لهؤلاء المرضى وغالية الثمن جدا، المريض غير قادر على تحمل أعباء العلاج نهائيا مهما كان وضعه المادي جيد.